بالنسبة فضيلة الشيخ إلى تربية الطيور في الأقفاص، ما حكمها أيضا؟ لا بأس أن يربي الطيور بالأقفاص إذا وفر لها ما تحتاج إليه من طعام وشراب وتدفئة في أيام البرد وتنفيه في أيام الحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة لها في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على أن من حبس حيوانا ولم يقصر فيما يحتاجه فإنه لا حرج عليه فيه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم.